عليها وجه جديد بفضله هو. يجب أن نحيي كثيرا أرجوكم سيداتي سادتي السيد عيسى حياتو. مساء الخير سيد رئيس الاتحاد. سيد رئيس دولة الغابون سيد علي بونغو، سيد الوزير الأول للغابون، سيداتي سادتي أعضاء حكومة الغابون، سيدة عمدة ليبغوفيل أعضاء المجلس للاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس التنفيذي لأفريقيا، سيداتي سادتي المسؤولون الدبلوماسيون، سيد المسؤول عن اللجنة المحلية التنظيمية، سيداتي سادتي ممثلي رعاة كأس أفريقيا للأمم، سيدي ممثلي المنتخبات المشاركة الحضور الكرام، أصدقائنا من الإعلام، سيدتي سادتي مرحبا بكم. بعد أشهر طويلة من مرحلة إقصائية طويلة انتظرناها كثيرا وكان فيها العديد من المفاجآت والتقلبات، نجد أنفسنا اليوم هنا لكي نباشر في الخط المستقيم الأخير الذي سيؤدي بنا إلى النسخة القادمة لكأس أمم أفريقيا توتال غابون 2017. الكثير من الكبار موجودون في الموعد، ساحل العاج صاحب اللقب وكذلك المنتخب المصري الفائز 7 مرات بهذه المنافسة والعائد إلى هذه المنافسة بعد أن لم يشارك في 3 نسخ متتالية، أوغندا الذي شارك عام 78 ولعب النهائي ولم نره بعد ذلك منذ ذلك التاريخ، يعود الآن بعد 40 عاما تقريبا كما نعرف، ومنذ بضعة سنوات سيكون هناك أيضا الاكتشاف الجديد لكل نسخة، وبالتأكيد الفضول الكبير سيكون حاضرا لنسخة 2017 مع غينيا بيساو والتي ستشارك لأول مرة في هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة. ترشحها جاء في مجموعة حيث نجد زامبيا الذي فاز هنا في الغابون منذ 4 سنوات، وهذا يبرز بالتأكيد تطور المستوى لكرة القدم في هذه القارة وتقلص الفارق بين الكبار والصغار كتعبير مجازي، هذا دليل على تطور والتقدم الكبير والخاصيات التي نعرفها في هذه القارة ونراها في تطور كرة القدم في أفريقيا. سيدي رئيس الدولة، أيها الحضور الكرام، سيداتي سادتي، الغابون كانت قد جهزت كل شيء لاستقبال هذه المنافسة وكان قد أعطي لها بالتأكيد التنظيم عام 2015 وذلك نظرا للأوضاع في ليبيا، وبالتأكيد كانوا قد نظموا المنافسة. أنا أريد أن أستغل هذه الفرصة لكي أقدم من جديد شكري لعائلة كرة القدم الأفريقية ورئيس الغابون وحكومته وكل الشعب الغابوني للتضحيات التي قدموها حتى هذه اللحظة. ما رأيناه في هذا البلد منذ 4 سنوات في نسخة 2013-12 أعطى دون أدنى شك خبرة كبيرة جدا التي يعرف أن يقدمها الشعب الأفريقي لضيوفه. انطلاقا من ذلك يمكن أن ندرك بكل سهولة مدى حماسة العديد من الأشخاص الذين عرفوا الأجواء الجميلة في ليبغوفيل فرانسفيل سابقا ويعرفون بأنهم سيكتشفون اليوم مدنا أخرى ويعيشون من جديد لحظات لا تنسى. لحظات احتفال، لحظات جميلة حول كرة القدم، رياضة تزاوج بشكل ممتاز القيم التي نتشاركها في أفريقيا، الوحدة، الأخوة، وسعادة الحياة والتواصل مع بعضنا البعض، هذه القيم التي يراها الجميع ويحسد عليها قارة أفريقيا في هذا المستوى لكرة القدم. نحن نعرف بأننا أقنعنا توتال أحد القائدين في مستوى البترول أن يضيف اسمه وصورته
بلا منافساتنا كراعن، ولذلك بالتأكيد نحن نبلغ مستوى عال جدا عام 2017. الاتحاد الافريقي لكرة القدم فخور جدا وله شرف ان يضم معه زملائه ورعاته مثل توتال كشريك باسم عالمي وسمعة كبيرة جدا، وليس لدينا اي شك انه سيكون هناك شركات اخرى جدا تلهم بمستوى توتال تاتي وتشارك كذلك. هذا يمكننا بالتأكيد من ان نحصل على عائدات اكثر ايجابية وضمانات لشباب المستقبل في هذه القارة وضمان مواصلة شغف كرة القدم، وبالتأكيد نحن نعرف ان هذا شيء رائع. سيدي الوزير الاول، كأس الاتحاد الافريقي يشكر من جديد حضرتكم وحكومتكم كذلك. تحيا كرة القدم الافريقية ودعونا نحتفل بافريقيا. شكرا. شكرا سيد رئيس الاتحاد، لكنك لن تغادر هكذا، نحن نحتاج لك اضافة دقيقتين اضافية. نعم، تريد ان تترك اوراقك. نعم، اذا سيد الرئيس سوف يترك اوراقه ويعيد ليجيب عن بضعة اسئلة من دانيال لامينغي. سيد الرئيس تفضل. شكرا سيد الرئيس لاعطائنا بضعة دقائق اضافية. مساء الخير اولا، استغل هذه الفرصة بالتأكيد كي احصل على بعض المعلومات. سؤال اول، اذا نحن نعرف دون ادنى شك بان الدكتور عيسى حياته يجب ان يكون محايدا تماما بالنسبه لهذه المنافسه وفي نسخه 2017 والمنتخبات المشاركه، لكنني ساسال السؤال رغم ذلك، 16 منتخبا مترشحا، هل لديك اي مفضل؟ اخبرنا اي منتخب. 16 منتخبا متاهلا، هل الدكتور عيسى حياته لديه اي منتخب مفضل؟ انت تحرجينني، لا استطيع كرئيس الاتحاد الافريقي ان يكون لدي مفضل، لا يمكن فعل ذلك بالمره، هذا يمكن ان يسبب الكثير من المشاكل. إجابة واضحة، لكنني كان يجب أن أسأل هذا السؤال. إذا أنت شغوف بكرة القدم دون أدنى شك، والسيد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 8 من فبراير 2017 أي بعد بضعة أيام من نهائي كأس أفريقيا 2017 توتال غابون، الاتحاد الأفريقي سوف يحتفل بعيد ميلاده 60 بالتأكيد، نظرا للطريق الذي خطوناه مع بعضنا البعض. ما رأيك في الكرة الأفريقية الآن على الصعيد العالمي، وهل تستحق مكانها؟ هل لديها المكان الذي تستحقه؟ سؤال محرج آخر. نعم بالتأكيد، سأعيد تصحيح التاريخ، 7 من فبراير لهذه السنة، ولكن نحن أردنا أن نشارك ذلك مع مجلس الاتحاد الذي سيكون كذلك في المركز الرئيسي للاتحاد الافريقي للاحتفال بذلك. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك كان ماذا؟ اذا هل ترى الان بعد؟ نعم، اظن بان زميلك قال بان كرة القدم عرفت لحظات رائعة، ونحن فخورون، ونحن نعرف باننا لم نبلغ حتى الان نهاية طريقنا، ولكننا نواصل العمل كي نكون من ضمن الافضل في العالم. في يومنا هذا لا يمكن أن نتحدث عن كرة القدم العالمية دون أن نتحدث عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. البرنامج تحقق بفضل كل الاتحادات، بفضل كل الدول، كل المشاركين وكل اللجنات الموجودة في هذه القارة. نحن نحاول أن نخطو خطوات كبيرة، فشكرا لكم. وكرة القدم الأفريقية لديها مكانه على الصعيد العالمي. شكرا سيدي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رجيس. شكرا سيد الرئيس، لن أعيد الأوراق.